السلام عليكم أعزائي المتابعين، يا هلا مرحبا فيكم في حلقة جديدة لهذا الأسبوع. معكم أخوكم هاشم العلوي، وفي حلقة اليوم راح نتعلم حركة جديدة أو تريك جديد في عالم الهندسة الصوتية. طبعا إذا كانت هذه أول مرة تزورنا فيها القناة، لا تنسى تعطينا زر اللايك وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات وتشارك القناة مع كل أصدقائك المحبين لهذا المجال حول العالم، عشان نقدر نوصل لأكبر مجموعة ممكنة. ولا تنسى أيضا الاشتراك في دورة الهندسة الصوتية المجانية اللي راح أخلي رابطها في وصف هاي الفيديو. طبعا احنا تكلمنا عن موضوع هاي الحلقة من قبل، وراح أخلي رابط الحلقة في واحدة من الزوايا اللي موجودة هنا. بس اليوم راح نتكلم عن العكس. احنا طبعا الحلقة السابقة تكلمنا عن شلونك انت تفصل صوت المغني من أي أغنية، راح اليوم نسوي العكس، راح نفصل الموسيقى من أي أغنية. خلونا نشوف شلون ونبتدي هاي الحلقة مع بعض. اوكي، الحين انا في البرو تول سيشن مالي، عندي هاي التراك. اوكي، خلونا نشغل الموسيقى بس نسمع الاغنية مثل ما هي، ونتكلم بعدين نحن شلون راح نفصل الموسيقى عن الاغنية. اوكي، الحين سمعنا الأغنية كاملة مع الفوكلز، شنو نبي نسوي؟ نبي نفصل الموسيقى، نخلي الموسيقى بروحها ونشيل الفوكلز من هاي التراك. اوكي، خلونا نشوف شلون. طبعا الأداة اللي راح نستخدمها اليوم هي كالعادة الايزوتوب ار اكس، فعشان استخدمها اي حق اللي هو الاوديو سويت. طبعا على فكرة يا جماعة، قبل ما ابتدي هاي هاي الخطوة، وايد حصلت تعليقات على الانستغرام وعلى اليوتيوب حق روابط هذه البرامج. الرابط الوحيد اللي اقدر اعطيكم اياه حق هذه البرامج هو رابط الشركه نفسها، اللي من خلالها انت تقدر تنزل البرنامج وتشترك، اما اشتراك شهري او اشتراك سنوي. فاسمحوا لي اذا ما اقدر اعطيكم اي روابط لمواقع ثانيه تنزلون فيها البرنامج، لان هذا طبعا شيء يعتبر مخالف لمبادئي أنا أو الأشياء اللي يعني أؤمن فيها في هاي المجال. ما راح أطول عليكم في هالنقطة، بس أبيك تفكر إذا أنت قاعد تشتغل على برنامج أو على مقطوعة أو على أي عمل فني، وقاعد يعني بالساعات والأيام والأسابيع تقضي وقتك أنك أنت تشتغل في هاي الشيء، فعقب ما تخلص هاي الشغلة اللي أنت تعبت عليها وترفعها للبيع على الإنترنت، يقوم شخص ينزلها بطريقة غير قانونية ويوزعها على الأولي والتالي. أنت طبعا ما راح ترضى هاي الشيء حقك، فرجاء نفكر بنفس التفكير حق هاي البرامج اللي تخلي شغلنا احنا أسهل، اللي تسهل من عملنا كمهندسين صوت. هاي النقطة بس حبيت أوضحها. أوكي، خلونا الحين نكمل موضوعنا. راح أفتح برنامج RX من خلال اللي هو الأوديو سويت، لستة الأوديو سويت فوق في المين منيو في البرو تولز، وروح حق النويز ريدكشن واضغط على RX Pro Connect. راح يفتح لي هاي الويندو، اختار او اتاكد ان انا مختار الويف فايل نفسه، واقول له سند، وراح يفتح لي المقطوعه او الاوديو تراك في RX. اوكي، الطريقه جدا سهله يا جماعه، شوفوا شلون. فراح نشوف على جهه اليمين هنا مجموعه من الخيارات تحت باب ريبير، او الاشياء اللي لها علاقه في اصلاح او يعني تعديل الويف فورم اللي موجوده عندنا هنا. في اشياء مثل البريث كنترول، دي بليد، دي كليك، دي كليب، دي كراكل، دي اس. اذا حابين ان احنا نتكلم عن كل واحد من هالخيارات الموجوده بشكل اعمق، اكتبوا لي تحت في التعليقات. اول شيء اسويه يا شباب هو ان انا اضغط على ميوزك ريبالانس، بينفتح لي هاي البوكس هنا. في الحلقه اللي قبل احنا شنو سوينا؟ احنا خلينا الفوكلز وشلنا الميوزك كلها. الحين هني بنسوي العكس، بنخلي الميوزك ونشيل الفوكلز بهالطريقة. بالنسبة حق الكواليتي هني طبعا عندنا ثلاث خيارات، هي الجود والبتر والبست.
الجود هو يعني فصل الموسيقى عن الغناء ما راح يكون كلش يعني دقيق. بيتر راح يكون احسن, وبست راح يكون الافضل. طبعا جود هو اللي راح بيكون اسرع في عمليه البروسيسنج لانه ما راح يشتغل وايد, والبست هو بيكون الابطا في ناحيه البروسيسنج مال الكمبيوتر نفسه. فبخلي انا الاوبشن على بست, والسيبريشن انا ترى لاحظت ان 100% ما يعطينا نتائج جيده. يعني احس ان الارتيفاكتس او الاصوات اللي تغطي على الاصوات الثانيه اللي هي المفروض تسوي ماسكينج حق الصوت تكون واضحه بشكل اكبر. فعشان نحصل افضل نتيجه نخلي السيبريشن ريت على يعني سموير ما بين مثلا 90 ل 95, شيء كذي بيكون اوكي. عشان نسوي بريفيو او اني اجرب شنو اللي قاعد يصير الحين, ممكن انا اي حق بدايه المقطع هاي الظاهر هني للغناء يعني ابتدي اسمع. اوكي هني صوت الغناء, فممكن نحن نسوي بريفيو ونسمع ان ريل تايم يعني على طول شنو قاعد يسوي. بس المشكله هاي البروسيس ياخذ يعني جهد من الكمبيوتر نفسه, ففي البريفيو راح يكون متقطع. طبعا يعتمد على الجهاز اللي عندك ويعتمد على الكواليتي انت مختارها. فانا عاده شو اسوي, انا احب اني انا اختار السكشن كامل مال الاغنيه واقول له رندر. اوكي خلينا احنا مثل ما تشوفون البيس والبركشن والاذرز موجودين, بس شلنا الفوكلز كامل. طبعا انت تقدر تلعب بعد في موضوع الموسيقى اللي انت تبي تخليها او اللي تبي تشيلها. ممكن انك تخلي البيس بس وتشيل البركشنز وتشيل الالات الثانيه مثل سينثسايزرز واي الات ثانيه ممكن البرنامج يعتبرها في جروب الاذر. فانت ممكن تلعب, ممكن انك تخفف حتى من الالات الثانيه. ممكن انزل بس من صوت البيز او اني انزل من صوت الدرم على اساس لما انا مثلا بشتغل على ريمكس مثلا اقدر استفيد من الالات الاصليه اللي موجوده في التراك. فالحين هو قاعد يسوي يفصل ما بين الموسيقى نفسها والفوكلز. راح نشيل الفوكلز بشكل كامل ونخلي الموسيقى بس, ما راح نخلي اي شيء ثاني. ما راح اقول لكم ان هاي الحركه او هاي البرنامج يعطينا ريزولتس 100%, يعني بتحس ان فعلا الفرق بين الموسيقى وبين الفوكلز كانك يعني من الاستوديو شايل الفوكلز. لا, هو راح يستخدم تكنيك معين في الالجوريثمز اللي يستخدمها على اساس انه هو يشيل الالات اللي احنا نختارها. اوكي نسمع التراك الحين مره ثانيه, وراح اسوي سويتش ما بين التراك الاصلي والتراك عقب ما شلنا منه الفوكلز. عجيب عجيب عجيب. اوكي الحين اذا عجبنا كل شيء ونبي نرجع هاي التراك في برو تولز مره ثانيه, كل اللي اسويه اني انا اضغط على سند باك هنا, وبعدين بيجيب لي اياه في البلجن نفسه مال برو تولز اللي موجود هنا اللي هو الار اكس اللي داخل برو تولز. بس الحين ما تغير التراك الاصلي هنا عندنا, لازم اسوي خطوه اخيره واللي هي رندر. الحين شفتوا شكل التراك تغير, وإذا جينا وسمعنا التراك هنا وبشذي يا شباب وصلنا إلى نهاية هاي الحلقة. إن شاء الله استمتعتوا فيها واستفدتوا منها. إذا عندكم أي استفسارات لا تنسون تحطون لي إياها تحت في التعليقات, ولا تنسون أيضا الاشتراك في الدورة المجانية للهندسة الصوتية اللي راح أخلي رابطها أيضا في وصف هاي الفيديو. أتمنى لكم دوام الصحة والسعادة, وأشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة.